التيب نتاع اليوم هي كيفاش نعمل بوان فيرتويال باش نخدم بها ديمونسيون، باش نعمل بها ديمونسيون. بار اكزومبل لو بوان هذه اللي قاعد نتراو فيها، انا من الاول ما حطيتش لي ديمونسيون نتاعي، مشيت خدمت لي كونجي نتاعي الكل، حطيت لو بوان هذا بار اكزومبل، حاجتي بالباقي جوست نسيليكسيوني. تو يفهم انه هذوما نحب نخدمهم دي كونجي، زاد بتبيع كونديسيون انه دونك الكونجي يكون بنفس الغيون هذيك. اوكي صارت الكونجي نتاعي سي بون، مي المشكل اني انا الديمونسيون اللي عاطيها لي هي ما بين لو بوان هذه الموجوده لهنا وهذه. دونك لهنا عندي دو سوليسيون، عندي دو سوليسيون. سوليسيون الاولى اللي باش نسيليكسيوني دو زاغيت هذوكم، سيليكسيوني دو زاغيت هذوكم وننزل على البوان اوتوماتيك. شنو يعمل هو؟ يفهم انه الانترسيكسيون ما بين الدو ليني هذيك يعطينا بوان. دونك نمشي من بعد للديمونسيون نتاعي، نختار لو بوان هذيك ونحط لي ديمونسيون نتاعي. دونك انت هذه الطريقه الاولى. الميثود الثانيه، دونك نصور واضحه الميثود الاولى. الميثود الثانيه ما نجم نخدم بها الا كان كي نبدا في وسط السمارت ديمنشن. دونك السمارت ديمنشن نجي للاريت هذايا، كليك دروا كالعاده ونمشي لهنا. فما حاجه اسمها فايند انترسكشن، فايند انترسكشن نختار اللين اللي من بعدها، يفهم راهي هذيك هي لو بوان. دونك سي بون هذايا الديمونسيون الاولى، وبار اكزومبل هذايا الديمونسيون الثاني، دونك هذه الديمونسيون الثانيه نتاعنا، وسي بون هكي. دونك كانت هذه التيب نتاع اليوم، راكم في فيديو اخرى.